بسم الله الرحمن الرحيم. الدين المعاملة، وهذا خلق قرآني يمس صحيح الدين. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يحدثنا عن فنون التعامل في الإسلام التي تليق بالإنسان المسلم. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا. الدين المعاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه العبارة القويمة الدين المعاملة هي عبارة وكلمات قيلت معبرة عن مكنون هذا الدين وعن اتساق السلوك مع الإيمان ومع ما ارتكز في النفس الإنسانية، ولذلك هي المحك الذي يمكن أن يحكم على الإنسان في أنه بالفعل سلوكه يليق بما اعتنقه من إسلام وإيمان، ولا هو بالفعل الأمر أصبح شكليا. كلما تحضر الإنسان وكلما كان سلوكه قويما، كلما دل ذلك على أن القرآن الكريم أثر فيه تأثيرا كبيرا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عنده أنماط من الإشراقات التي أشرقت في زمن مضى وما زالت تشرق، هو يقتبس منها. الحقيقة الذي ينظر في مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه متسقا ومتوازنا توازنا كاملا، فلا يغلب جانبا على جانب، حتى إن إحدى الدراسات التي عنيت بدراسة وقته صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعمل في اليوم والليلة منذ أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر إلى أن ينام من اليوم الثاني، ماذا كان برنامجه صلى الله عليه وسلم؟ وجدوا أن هذا البرنامج الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف اليومي، ومنه أخذ العلماء فيما بعد بما يسمى بوظيفة اليوم والليلة، أخذه الصالحون والأولياء والعلماء، ووجدوا جانبا آخر لم يلتفت إلى هذا البرنامج، فقسموه إلى ثلاثة أقسام. قسم من الناس مغرق في الجانب المادي تماما ويهمل الجانب المتعلق بالجانب الروح وتغذية الروح، وقسم آخر غلب جانب الروح تماما وأهمل الجانب المادي، والذي تكلمنا عنه قبل ذلك عندما جلس الرجل في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويصلي ويفعل الطاعات، لكنه لا يتكسب ولا يعمل في 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 أرض الله سبحانه وتعالى لأجل أن يجلب رزقه. فسأل سيدنا عمر رضي الله عنه الناس عن هذا الرجل، من الذي ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه أعبد منه. فهذا رجل غلب جانب تغذية الروح على الجانب الكسب والسعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهناك أناس توازنوا فعلموا أن للروح غذاء ووسائل، وأن الجانب المادي أيضا له وسائل، فجمعوا ما بين الاثنين، وهذا كان مسلكه صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك يدلنا على أنه ينبغي على الإنسان أن يتوازن في كل شيء. فعندما أتعامل مع سيادتك وأتعامل مع الآخرين وأتعامل في داخل العمل، أجد أن المحك الأساسي في تعاملي مع الناس، لأن المصالح متعارضة تقريبا، ولأن الأمزجة مختلفة والثقافات متنوعة والطبائع غريبة عن بعضها البعض، فنحتاج إلى قدر من التحمل وقدر من المواءمة وقدر من الجهاد النفس حتى لا أنتصر لنفسي. فيأتي أسئلة عديدة جدا تبرهن عن هل دين المعاملة بالفعل، هل دين أثمر عن معاملة حقيقية، ولا أنا نحيت الدين جانبا واتخذته شكليا فقط في
في المسجد وفي الصلوات، ولم تثمر هذه العبادات عن ثمرة حقيقية.